أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن سعادته بزيارة أرمينيا كأول رئيس مصري منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأرميني فاهاجن خاشاتوريان بالعاصمة يريفان، أشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات تطرقت للطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة بما يجعلها مقصدا استثماريا واعدا. وقد تم التطرق خلال المباحثات إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة، وذلك ليس فقط اتصالا بمجال الغاز، ولكن أيضا ارتباطا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما جعلها مقصدا استثماريا واعدا في ضوء توافر موارد الطاقة اللازمة للصناعة وما ترتبط به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والإفريقية، بما يكسب المنتجات المصنعة في مصر مميزات التنافسية الكبرى. كما أعربت في هذا السياق عن تقدير مصر لمشاركة فخامة الرئيس فاهاجن في القمة العالمية للمناخ كاب 27 التي عقدت مؤخرا بشرم الشيخ في نوفمبر 2022، والتي عكست مدى الاهتمام الذي تولي أرمينيا لقضية المناخ.